طيب هنبدأ النهاردة محاضرة الكي مينز سوري الكي ان ان الكي ان ان ده اختصار للكي نيرست نيبر. ده كلاسيفيكيشن الجوريزم، وساعات بيستخدم في ريجريشن بيستخدم في الريجريشن، واسمه كي نيرست نيبر. هو بيفترض بكل بساطة ان انت مثلا لو عندك سامبل عندك سامبل مثلا لحظة واحدة، لو عندك سامبل بالمنظر ده اللي هي التلاتة مثلا وسبعين، أنا بمجرد النظر كده عايزة أكلاسيفاي السامبل دي لأي كلاس من الكلاس دول، سواء كان الكلاس اللي اسمه باد أو الكلاس اللي اسمه جود. لو أنت بمجرد النظر لقيت إن السامبل دي قريبة هنا موجودة هنا، هتقول طبعا خلاص إن الكلاس دي إن السامبل دي مالها تبع الكلاس اللي اسمه باد خلاص، والسامبل دي لو كانت بعيدة عن الكلاس اللي اسمه جود يبقى خلاص هي مش جود. فهي دي فكرة الكي ان ان او الكي نيرست نيبر، بيشوف اقرب الجيران، بيبدأ يشوف الجيران اللي قريبين مني معظمهم ايه. لو كل الناس اللي حواليا باد يبقى انا خلاص اكيد ابقى شخص باد، لو كل الناس اللي حواليا جود يبقى انا اكيد ابقى شخص جود. فهي دي الفكرة، ان انت بتبدأ تحسب الديستنس بتوين النقطة اللي انت فيها وما بين كام نقطة معينين حواليك. هو بتحسب الديستنس بينك وبين كل السامبلز، بس في الاخر بتاخد اقرب اتنين او يعني اقرب اتنين ليهم ديستنس اقل، اتنين تلاتة اربعة على حسب البروبلم هتبقى ايه خلاص. فهي دي فكرة الـ KNN، ان انت بيبقى عندك سامبل بتبقى عايز تقول ان هي to be classified لأنهي كلاس، فبنقول ان هي بتروح للكلاس اللي هي اقرب ديستنس ليه. نلاحظ ان اللي انا بقوله قريب جدا من الـ K-means، بس الفكرة كلها ان الاختلاف ما بين الكي مينز والكي نيرست نيبر ان الكي مينز اصلا ما عنديش ليبل، ما عنديش باد وجود، انا ما عنديش ليبل اصلا يقول لي ان انا في الاخر اروح لده او لده. انا هنا البروبلم دي بقول انا هروح للباد او للجود، لكن هناك انا كنت بقول انا هعمل له كلاسترنج، هقسمهم لجروبس، الجروب الاولانيه والجروب الثانيه. ما اعرفش معنى الجروب ده ايه، انا ما اعرفش معنى الجروب ده ان هم باد او جود، هما هيومن ولا انيمال، ما اعرفش. انا عملت ديستانسز مع نفسي ولقيت ان دول قريبين من بعض بس، لكن الجروب ده معناه ايه انا مش عارف. ف وده الاختلاف بين الكي ان ان والكي مينز، ان الكي مينز كلاسترنج الجوريزم والكي ان ان كلاسيفيكيشن الجوريزم، بحيث ان الكي مينز بيبدا يعمل جروبينج والكي ان ان بيعمل كلاسيفيكيشن، يعني بيقول لك السامبل دي تنتمي لانهي كلاس من الكلاسز اللي موجوده عنده في الداتا. اوكي، ده باختصار معنى الكي مينز الكي ان ان. هو قريب جدا من الكي مينز لانه برضو بيحسب الديستنس، بس هنا بقى بيحسب الديستنس في الكي مينز كان بيحسب الديستنس بتوين السامبل وثلاثه سامبل تانيين اللي هم السنترويد، لكن هنا بيحسب الديستنس بتوين السامبل وكل السامبلز التانيه خلاص. فده الاختلاف، الكي نيرست نيبر بيحسب الديستنس بتوين السامبل وكل السامبلز التانية وفي الاخر واخد المينيمم، لكن هناك بيحسب الديستنس بتوين في الكي مينز بيحسب الديستنس بتوين السامبل وكم سامبل معينين اللي هم السنترويد، ومن السنترويد دول او من الديستنس اللي جات لي دي بحسب المينيمم خلاص. فالكي نيرست نيبر متوقعين ان هو ياخد وقت اكبر من الكي مينز مع اختلاف البروبلم اصلا يعني، بس لو انا اتكلم بالنسبه للوقت. طيب ده الكي نيرست نيبر هو اللي هياخد وقت اكبر من الكي مينز. فانت بيبقى عندك داتا يعني مثلا في سامبل زي كده، يعني اشوف لكم مثال. لو انا عندي مثلا داتا وبيبقى عندك سامبل كده انت مش عارف الليبل بتاعها، فاهمني؟ عندك داتا وفي كل داتا او كل رو انت عارف هو هتحط له انهي كلاس، لكن في واحده كده انت مش عارف هي ايه الليبل بتاعها ايه، فانت عايز تعمل لها كلاسيفيكيشن. ف given a new instance given sample انت مش عارف هي هتوديها فين، find its neighbor nearest neighbor، بتشوف اقرب الجيران ليها خلاص. وبعدين بترجع ان انت بتقول السامبل دي تنتمي للكلاس اللي اسمه y اللي هو ليه ايه اقل distance. اوكي طيب، دي طبعا الخطوات كل حاجة هتوضح أكتر بمثال، وده نبقى نرجع له بس مش هنفهمه إلا لما نحل مثلا مثال من الأول للآخر. طيب دلوقتي لو أنا عندي مثلا داتا بالمنظر ده، وواضح طبعا الداتا دي لو أنا بستخدم كي نيرست نيبر فأنا بعمل كلاسيفيكيشن
ونوضح بعد كده ان الكيرنل لسه نبقى ممكن يستخدم في الريجريشن، بس هو مش بيعمل كلاسترنج، بيعمل ريجريش، بيعمل كلاسيفيكيشن او ريجريشن، يعني لازم يبقى عندي ليبل. لو فرضنا عندي مثال زي كده، فالواضح ان انا عندي الفيتشر الاولانيه اللي اسمها اكس 1 والفيتشر الثانيه اللي اسمها اكس 2. دي وبعد كده عندي الليبل اللي هو مثلا باد او جود. طبعا واضح ان الاكس 1 واكس 2 دي حاجات ليها معنى، ولنفرض مثلا اللي هو في مثال يجي بعد كده، افرض مثلا اللي هو النمبر السن والنمبر اوف سيجرتس اللي هو بيشربها. فلو طبعا في علاقه معينه بين السن وبين الوزن، يبدا بعد كده يقول لك ان انت ده دلوقتي شخص ممكن يحصل لك ازمه قلبيه، او حالتك الصحيه تبقى كذا، لكن حالتك الصحيه تبقى كويسه. فدي فيتشرز. هو هنا بيقول لي we have data from the questionnaire survey, here is the four training samples. عندي أربعة training samples والتست سامبل اللي هي 3 و7، دي أنا مش عارف تنتمي لأنهي كلوز. فإحنا عايزين نستخدم الكي ان ان عشان نقول له في الآخر لو سمحت حطها لي تبع الباد أو الجود. طيب لازم تسألني سؤال مهم جدا، الكي بتاعتي بكام؟ يعني أنا عايزني أشوف لك أقرب كام جار، 3 ولا 4 ولا 5 ولا إيه؟ فلازم تقول لي الكي كام، والكي هنا بتربريزنت الجيران، لكن الكي هناك في الكي مينز بتربريزنت الكلاسترز. طيب والكي مالهاش، الكي في الكي الكي ان ان مالهاش علاقه بالنمبر اوف كلوزز. انت هنا عندك باد وجود، فانت عندك تو كلوزز، الكي ممكن تبقى اي حاجه خلاص، لكن هناك الكي بتربريزنت النمبر اوف كلاسترز او النمبر اوف كلوزز. طيب ببدا احسب زي ما اتفقنا، ببدا احسب الديستنس بتوين السامبل اللي انا عايز اللي انا انترستد بيها وما بين كل السامبلز. فانا عندي هيبقى عندي 3 ناقص 7 زائد 3 ناقص 7 سكوير، 3 ناقص 7 سكوير زائد 7 ناقص 7 سكوير، و3 ناقص 7 سكوير زائد 4 ناقص 7 سكوير اهي. خلاص بتحسب الديستنس بتوين النقطه اللي اسمها الديستنس بتوين النقطه اللي اسمها 3، تمام، والسبعة بينها وبين كل النقط. فطبعا هتلاحظ ان كل السامبل زي يعني 3 و7. اوكي طيب السامبل دي اسمها 7 يبقى 7 ناقص 3، ودي 7 يبقى 7 ناقص 7. تيجي هنا 7 فيبقى 7 ناقص 3، دي 4 فيبقى عندك 4 ناقص 7، هنا 3 يبقى عندك 3 ناقص 3، والأربعة هتبقى 4 ناقص 7. طبعا هي الديستنس بتحسب اللي هي الاكليديان ديستنس اللي هي كذا ناقص كذا سكوير زائد كذا ناقص كذا سكوير، وكل في الاخر روت. طبعا احنا ممكن في الاخر نحول الحاجات دي للروت بتاعها، وهي حولناها للروت او ما حولناهاش مش تفرق، هي اديك نفس الرينج. يعني لو طلعت رقم 9 ده هو الاصغر، فلو انت جبت الروت 9 برضه هي هتبقى اصغر، يعني الروت بتاعها اللي هو 3، فتيجي تقارن برضه هيطلع لك نفس الفكره. فهو بس هنا مختصر، لكن هو الطبيعي او الاصح ان انت تعمل ايه؟ روت للجمع. يبقى انت كده بتجيب الاوكليديان ديستنس. طيب هي الديستنس دي اسمها كده، لو بتجيب الفرق بين نقطتين سكوير زائد نقطتين تانيين سكوير يبقى وبعد كده بتجيب الروت، يبقى انت بتجيب الاوكليديان ديستنس. طيب في ديستنس تانية طبعا اسمها مانهاتن ديستنس، وهو انك بتجيب المودلس بس اللي هو انت بتبقى مش مهتم بالاشاره وخلاص، ده ناقص ده وخلاص. طيب هنا برضو بتحسب ال ده ناقص ده زائد ده ناقص ده سكوير، وبيطلع لك ايه ارقام. تبدا ايه ترتب الديستنسز دي، لان انا عايز ايه الديستنس الاقل. فبتكون انت في الاخر كولم تاني جديد اسمه رانك، او براحتك شوف هتسميه ايه عادي. المهم الجدول ده او الكولم الجديد ده بيريبريزنت الايه السورت، ان انت بتسورت الايه الديستنس، بترتب الديستنس، بترتبهم بقى تصاعدي تنازلي يعني براحتك. بس انت بترتب بتقول مثلا ممكن ما ترتبش حاجه، انت بتقول مثلا السامبل اللي هي 7 و7 دي على فكره ترتيبها رقم 3، هنا دي ترتيبها رقم 4، دي وكذا. فجاب من الرقم ده منين؟ انت اقل حاجه اسمها ايه 9، فيبقى 9 دي هي رقم 1، بعدها مين في 13 يبقى 13 دي رقم 2، بعدين في 16 16 رقم 3، بعدين السابقه ال 25 دي رقم ايه 4، تمام كده انا رتبتهم. هو بقى كان عايز كام جار او كام كي في المثال بتاعنا، ولنفرض مثلا هو عايز 3، فهرتب اللي هو 3 و1 و2.
هو كان عايز 3 و1 و2، نشوف كده. تمام. طيب لو هو دلوقتي انا عارفه ان السامبل بعد ما رتبت، يعني الجدول في الاخر بيبقى هو شكله ده، بقى عندك السامبل الاولانيه او الاكس 1، وهنا الاكس 2، وهنا الديستنس، وهنا الرانك ترتيب، او عملت سورتنج للديستنس، وهنا الليول الاصلي كان ايه. فاللي حاصل ان انا هاخد السامبل اللي هي ليها اقل ديستنس، وهي اللي هبص عليها. طبعا انا قلت ان انا عايزه كي بيساوي 3، فهبص على 3 مينيمم ديستنس، الاولى والثانيه والثالثه، ماشي، دول 3 بس، وابدا اشوف الليفل بتاعهم، ده باد وده جود وده جود. واضح كده ان ايه، ان السامبل اللي انا عايز احطها في ايه، احطها في جود، لان انا عندي باد وجود وجود، فالجود جاي كتير. يبقى بعمل حاجه اسمها فوتنج. فوتنج يعني تصويت، يعني بشوف مين اعلى حد جه كتير، وببدا هو ده اللي اخده معايا. خلاص. يبقى اول حاجه ان انا ببدا احسب، يعني اول حاجتين انبوت للكي ان ان، ان انت لازم يكون معاك نيو انستنس ومعاك كي، عايز تعرف الكي بتاعتك بكام. بتبدا تشتغل، بتعمل ايه، بتبدا تحسب الكليديان ديستنس او اي ديستنس تختارها عادي، او هو على حسب السؤال بيديك. انت تبدا تحسب الديستنس بتوين السامبل اللي معاك وكل السامبلز اللي موجوده. وتاني خطوه بعد ما حسبت الديستنس، ان انت بتبدا تعمل ايه، تعمل سورتنج للديستنس. بعد ما عملت سورتنج للديستنس، بتبدا تشوف انا هختار، بتبدا تعمل فوتنج وتقول انا عايز اكلاسيفاي السامبل الجديده دي تبع اني كلاس. فاول حاجه بعملها بحسب الديستنس، ثاني حاجه بعمل سورتنج للديستنس، ثالث حاجه بعملها ان انا بعمل فوتنج. خلاص. بقول السامبل دي في الاخر تبع اني كلاس، واضح كده ان هي تبع الكلاس اللي اسمه جود. اوكي. فالسامبل بتاعتي اللي هي 3 و7 هتبقى كلاسيفايد از جود. اوكي. وتفر طبعا الجود دي بتبريزنت ايه، بس هو هيتطرح بعد كده في المثال، لان المثال اللي جاي شبه ده، وهو ان جود دي بتبريزنت الحاله الصحيه للشخص، والباد بتبريزنت الحاله الصحيه للشخص، ان هو حالته باد، ان هو ممكن يحصل له هارت اتاك يعني. طيب. في حاله طبعا لو هو بيستخدم بيشرب سجاير كتير. طيب ده المثال الاولاني للكي ان ان. في حاله، في كومنت خاص بالكي ان ان، وهو ان ماذا لو الداتا بتاعتي كانت كاتيجوريكال. كاتيجوريكال يعني مش هعرف احسب الديستنس بينها، يعني ما ينفعش اقول لو انا عندي سامبل مثلا جديده اسمها لو وهاي ومرد، يعني اجي اقول مثلا لو ناقص لو هيديني زيرو، هاي ناقص لو هيديني 1، مرد ناقص ان مرد، ما فيش حاجه اسمها كده. فيعني مش هينفع نطبق الكي ان على الكاتيجوريكال داتا الا لو عملنا ايه؟ لو حولنا الكاتيجوريكال داتا لنيوميريكال داتا، يعني بدات تشيل كل الارقام الحروف اللي عندك دي، وتقول لي مثلا على فكره انا ريبريزنت الهاي بان هي رقم اسمه زيرو. تمام؟ واللو ان هي رقم اسمه 1، والميديم رقم اسمه 2. طبعا انا مش ماشيه بترتيب اللو هاي وميزن كنترول زد. مثلا لو اللي هي 0، والميديم اللي هي 1، هاي اللي هي 2، الفيري هاي اللي هي 3. خلاص. هاجي بعد كده الاقي هاي احطها 2، هاي الثانيه 2، دي 0 0. ابدا احول كل كاتيجوريكال داتا الى ايه؟ فيري لو كان ماينس 1، اعمل يعني. تمام. عندك هنا مثلا ماينس 1. طيب هاي اللي هي هاي فيري هاي كانت 3. اوكي. طيب طبعا عادي ممكن اتحول الماينس دي 1 دي الرقم تاني يعني. الفكره كلها طبعا انك لازم تثبت الرقم اللي تستخدمه على مدار الداتا كلها. لو مثلا عندك فيري هاي بسالب 1، يبقى اي فيري هاي هيجي لك بعد كده، سوري، اي فيري لو هيجي لك سالب 1. طيب الانكم هاي وفيري لو ولو وميديوم وفيري هاي زيهم بالظبط. فانت عادي برضو تقول ايه 0 1 2 3. والمرد في مرد وان مرد، مرد وان مرد، بتعمل ايه 0 1 دي 0 دي مرد، كل المرد 0، هنجي كده 0. تمام. ونيجي هنا 0. فدي حاجه برضو بري بروسيسنج لازم تعملها لو حصل، وهتعمل كي ان ان لكاتيجوريكال داتا، يبقى دي ان ايه 1 ودي 1. طيب. بس طبعا لو ده الكلوس، الريسك ده اللي هو الكلوس، ماشي، مش شرط تحوله عادل، انت اصلا ايه في الاخر هتحدد على اساسه.
فببدا احول كل، لو ده الكاستمر اي دي اسمه بتهيألي الاسم مش هيفرق معانا في الكلاسيفيكيشن، بس عادي لو انت عايز تحوله. فببدا احول كل الفيتشرز او الفيتشرز اللي هي يعني مهمه بالنسبه لك اهي، تبدا تحول كل الفيتشرز لايه؟ لنيوميريكال داتا. نيوميريكال اللي هي ارقام. تمام. بس دي كانت هنت بالنسبة للكي ان ان لو استخدمتها في الكاتيجوريكال. وكانت الهنت التانية برضو ان انت لما تيجي تستخدم كي ان ان في الكلاسيفيكيشن بتعمل فوتنج في الاخر، بتختار انهي حد انهي كلاس ظهر كتير. طيب ده مثال تاني للكي نيرست نيبر في الكلاسيفيكيشن. بس هو هنا الكي دي بواحد، ماشي؟ كي دي في المثال ده محطوطه بواحد هو، بس دي غلط. فايه اللي هيحصل بقى؟ هو ايه اللي جيفن عندي وايه اللي انا عندي؟ جدول بيقول لي ان الشخص ده اسمه اي بي سي دي، وعدد السيجارت، هو بيشرب سجاير قد ايه، والوزن بتاعه، وبيبدأ يشوف العلاقة بين الوزن والسيجارت، وإن لو كان السيجارت كتير كبيرة، نمبر اوف سيجارت كتيرة والويت كبير، بيبقى حالته الصحية بتبقى بات. لما بيكون نمبر اوف سيجارت قليلة ومش مهم الوزن، أو الوزن برضه بيكون قليل، بيديك بعد كده إيه؟ إن حالته الصحية جود. ده بالنسبة للداتا. فده اللي عندي جيفن. لسه اللي بعد كده ده أنا بحسبه، ده أنا بحسبه الكولم من الأخير، ده الصف الأخير قصدي، والكولم من الأخير، ماشي؟ بس ده بيكون جبن. ايه المطلوب مني؟ مطلوب مني ان انا عندي سامبل اسمها 73، فبقى عايزه اكلاسفاي في الاخر هي تبع انهي كلاس، اوكي؟ فاللي هيحصل ايه؟ ان انت عندك سامبل، بتحسب الديستنس بتوين السامبل دي وكل السامبلز اللي موجوده في الجدول، خلاص؟ وبتعمل هي روت، يعني الجذر ل 3 ناقص 7 تربيع زائد 70 ناقص 70 تربيع، يديني رقم، ماشي؟ وبعدين 3 ناقص 7 تربيع زائد 70 ناقص 40 تربيع، اديني رقم. تمام؟ وهكذا لكل ستامبلز. بعد كده بتعمل ايه؟ ولو الكي عندي بواحد، طبعا قلنا ان اول خطوه ان انا بحسب الديستنس. تاني حاجه بعملها ان انا بعمل سورتنج للديستنس. تمام؟ تالت حاجة إن أنا ببدأ آخد إيه قرار معين، ببدأ أقول في الآخر إن أنا كلاسيفاي، أقول الاستامبل دي تبع أنهي كلاس. اللي حاصل هنا إن أنا قلت إيه؟ إن أنا الكي بتاعتي بواحد، خلاص؟ فالكي بتاعتي بواحد، فأنا باخد أقل إيه؟ أو آخد أنا باخد ديستانس واحدة بس، فدي بكام؟ ديستانس اللي هي الأربعة، أقل حاجة اللي هي الأربعة، في عندك 34 و30 و30، 30 و27 و30 و30 و7 من 100. فأقل حاجة تلاتة، أقل حاجة الأربعة. أربعة دي الكلاس بتاعها كام؟ بات، خلاص يبقى أنا بات، أو 73 دي بات، أوكي؟ طيب لو حصل بقى وهو خلى الكي دي باتنين أو خلاها بتلاتة، ببدأ أشوف بقى إيه الدنيا هتمشي إزاي، أوكي؟ بس معلومة كويسة جدا في في الكلاسيفيكيشن أو في الكي إن إيه، إن الكي لازم تبقى أود نمبر، يعني الكي لازم تبقى رقم فردي. ليه؟ لأن أنا دلوقتي لو حصل و لو حصل والكي بتاعتي كانت مثلا، كنت انا قلت ان الكي بتاعتي باتنين، خلاص الكي باتنين ده رقم زوجي، وكان اقل رقم هنا كام؟ اربعه، وبعدين اقل رقم اللي بعد كده كام؟ كان 30، فدي جود دي باد ودي جود. فانا فين الفوتنج بقى؟ هعمل فوتنج على اساس ايه؟ فمش هعرف. فطبعا هو المنطق بيقول ان انت تستخدم اي حاجه، بس الطبيعي ان انت بدل ما تحط نفسك في الكيس دي، يفضل انك تبقى الكي عندك في الكلاسيفيكيشن مالها اود نمبر، خلاص؟ يبقى الكي في الكي نيرست نيبر في الكلاسيفيكيشن، يفضل ان الكي تبقى اود نمبر او رقم فردي، عشان تساعدني في عمليه الفوتنج، عايز اشوف مين اللي جه اكتر، فاللي جه اكتر هيبقى له عدد اكبر، لكن لو هما ايفن ممكن الرقمين يساووا بعض. طيب ده بالنسبه للمثال الثاني للكلاسيفيكيشن. انا عايزين ناخد مثال على الريجريشن. طبعا هو في الريجريشن مش هيختلف كتير، بس برضه عادي ممكن ايه نحله. لو انا دلوقتي عندي ال داتا، وبيقول لك مثلا لو انت عندك شخص،
لو انا عندي شخص ليه داتا معينه، له ايدج مثلا، وله عمل فرد بنسبه معينه، فبنفترض ان البيت بتاعه ممكن يكون في سعر 135,000 او 135,000 دولار. لو كان الشخص ده عنده سن معين وعمل بيقترض 60,000 دولار، فمتوقع ان هو ايه يبقى في الاخر السعر بتاع البيت بتاعه 256 دولار، 56,000 دولار. طيب هو يعني هاوس برايس اندكس، يعني اللي هو مثلا كانه افريج او رقم كده بيريبريزنت السعر، يعني مش لازم اكتب 135,000. طيب الهاوس برايس اندكس الاختصار بتاعها اتش بي اي، فهو يعني هيجي يقول لك في الاخر لو سمحت انا عندي شخص عمره 48 سنه وبيعمل قرض 142,000 دولار، متوقع ان السعر المنزل اللي هو يقعد فيه ايه، او الاتش بي اي اندكس بتاعه يبقى ايه. فده هيطلع عندي استفهام هنا. فانا هعمل ايه؟ اول حاجه هحسبها ان انا هحسب الديستنس بتوين السامبل دي وكل السامبلز. تاني حاجه بعمل سورتنج للديستنس، بس سورتنج بناء على ايه؟ ان هو مثلا لو قال لي انا عايز اقرب 3 جرام، فعمل 1 2 3 خلاص. فالكومنت بقى الظريف في الكي نيرست نيبر في الريجريشن، ان انت احنا هنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل في الكلاسيفيكيشن انت بتعمل فوتنج. خدت دلوقتي رتبت الارقام، معاك 264 و216 و139. انا ما اضمنش ان انا هعرف اعمل فوتنج. ليه؟ لان انا اضمن منين ان الرقم اللي هيجي لي هنا مثلا 139 و139 و264، فاقول لك 169 هي اللي جت اكتر. الهاوس برايس اندكس او في الريجريشن الدنيا دي بتكون ايه؟ بتكون كونتينوس، ما بتكونش ديسكريت، وما اقدرش اقول ان الرقم هيتكرر تاني معايا ولا لا. فاللي بيحصل ان انا بعمل افريجنج. افريجنج يعني ايه؟ يعني بتبدا تجمع 139 زائد 216 زائد 264 على الثلاثه، ويديك في الاخر ايه الديزيشن بتاعي. انا كنت هناك بقول باد او جود، هنا هقول الاندكس بتاعي او البرايس بتاعي قيمته 10 او 20 او 200 او على حسب الافريجنج اللي انا عمله. خلاص؟ فده الكومنت في الكي نيرست نيبر في الريجريشن، يعني الكي نيرست نيبر او الكي نين يستخدم في الكلاسيفيكيشن او في الريجريشن، ولو استخدم في الكلاسيفيكيشن يفضل كي تبقى اود، ولو استخدم في الريجريشن يفضل ان انا اعمل افريجنج للفاليوز. اوكي. طيب هو هنا بيقول لك انا حليت بناء على ان الكي ب 3 فاداني 180. خلاص يبقى الـ H by index او القيمه اللي علامه استفهام دي هبدا احط بدلها هنا ايه 180. بس هو حلها هنا برضو بناء على واحد، اللي هو مثلا لو كان الكيب واحد هبدا اشوف اقل واحده كانت كام، 139 200 ومش عارفه ايه، ف 139 يبقى بدي احطها سوري، ده هو بيحسب بناء على الاندكس. معلش، اقل ديستنس كانت 8000، يبدا ياخد الايه القيمه اللي كانت قصاد المينيمم ديستنس اللي هي 264. خلاص. فدي الكي نيرست نيبر في الريجريشن. وده كان مثال تاني يوضح الفكرة. هو كله بيحسب ديستانس وبيعمل سورتنج وبيحسب بيحسب الديزيشن. الديزيشن في الكلاسيفيكيشن بيبقى بالفوتنج، والديزيشن في الريجريشن بيبقى بالافريجنج، اللي هو ايه بيبدأ يجمع القيم. طبعا هنا بيسألني سؤال بيقول لي مثلا لو كانت الكي ب 4، هبدأ اشوف ديستانس الرابعة اللي هي مثلا اقل ديستانس معايا، وفي الاخر بجمعهم كلهم واقسمهم على الاربعة. خلاص. ده مثال تاني خاص بال كي ان ان. بيقول لك لو انت عندك احنا بقى المفروض نجاوب نقول اذا كانت دي كلاسيفيكيشن ولا ريجريشن، بس احنا هنمشي ورا المثال بس الاول وبعدين نبقى نشوف. انا دلوقتي عندي اسم وايدج وجندر، دي الداتا بتاعتي. اوكي. طبعا هو هنا المفروض كان ينقل لك الديستنس دي يحطها هنا، بس مش مشكله. دلوقتي الفيتشرز بتاعتي اللي هي الاسم والسن والايه والجندر، هتلاحظ ان الاسم يعني مثلا لو الاسم امل او فاطمه ما اقدرش احسب الديستنس بتوين الاسم، فيا اما تحول الاسامي لزيروز وانز وتو وثري والحاجات دي حاجات نيوميريكال، او نسيبنا منها خالص مفيش مشكله. هنا الجندر لو كان جاي لي ميل وفي ميل هحوله زيرو وان. اوكي. فهي دي برضو كانت كومنت. انا دلوقتي ايه الموضوع؟ انا عندي داتا بيقول لك ان انت الشخص ده بيبقى له اسم وبيبقى له ايدج وبيبقى له نوع الجندر بتاعه،
وعلى حسب البيانات اللي بتدخل لي انا ابدا اقول في الاخر ان الشخص ده المفروض ان هو يلعب فوتبول او يلعب باسكت بول او يلعب هاند بول. اوكي طيب انا دلوقتي جاي لي سامبل جديده، وانا طبعا الانبوت للكي ان ان حاجتين، النيو انستنس او السامبل اللي انا عايز اعمل لها كلاسيفيكيشن والكي. فانا عندي هنا عندي نيو انستنس اللي هي احمد وخمسه وواحد، احمد دي اللي هي الاسم، خمسه اللي هو عمره، وواحد ده اللي هو ان هو ميل. اوكي طيب وقال لي طبعا الكي بتاعت التلاتة، يعني لو سمحت انت بتحسب الديستنس جيب لي مينيمم 3 جرام او الجرام يعني جيب لي 3 جرام بيجيبوا مينيمم ديستنس. فيبدأ هنا يحسب الديستنس رقم واحد تمام، وبعد كده المفروض ان هو بيعمل لهم سورتنج. نروح على السلايد اللي بعدها تمام. هنا بدأ يحسب ال حسب الديستنس تمام، وبعدين هنا في الحاجات اللي باللون احمر دي كده عمل لها سورتنج تمام، وبعدين هنا بدأ يقول انا هروح لانهي كلوس اللي هو مثلا هاند بول، ما اعرفش يعني هنعرف دلوقتي بس على اساس ايه، وده الستيب الثالثه اللي هي بيعمل فوتنج. اوكي فبنحسب الديستنس ان انا بقول 5 ناقص 32 تربيع زائد 1 ناقص 1 تربيع سكوير روت، وبعدين 5 ناقص 40 سكوير زائد 1 ناقص 0 سكوير روت، فهيديني هنا ديستنس وهيديني هنا ديستنس وهكذا كل الديستنس. بعدين هو قال لي الكيب 3 فابدا اشوف اقل مين، اقل 3 عندي التسعة وبعدين ال10 وبعدين ال10 و5 من ميجا، دول اقل 3. طب الاقل 3 دول الكلاس بتاعهم كان ايه؟ عندي هنا هاند بول وهاند بول وفوت بول، يبقى اعمل ايه؟ لو انا بعمل كلاسيفيكيشن يبقى انا اعمل فوتنج، فانا هاخد هقول ان احمد ده احسن رياضه المفروض يلعبها هي الهاند بول، لان انا عملت فوتنج وطلع ان الهاند بول ايه هي اللي جت اكتر، وطبعا اللي ساعدني في كده ان الكي عندي بقض. اوكي ده كان مثال تاني على الكي نيرست نيبر، وده كان مثال كلاسيفيكيشن، لان انا عندي اصلا الكولوم من الاخير ده عباره عن ديسكريت فاليو، طالما ديسكريت يبقى انا بعمل كلاسيفيكيشن. طيب دي طبعا شويه امثله لو حد حابب يحل اكتر على الكي نيرست نيبر. لو رجعنا بقى للكومنتس اللي كانت على الكي نيرست نيبر بعد ما حلينا امثله كتير، هنلاقي ان من ضمن الادفانتج والديس ادفانتج للكي نيرست نيبر ان هو ما بيعملش تريننج، هو اسمه انستنس بيزد ليرنينج، فهو ما بياخدش هو بياخد وقت في البروسيسنج بس هو ما بيعملش تريننج، فاهمني؟ فالفوائد بتاعته ان هو انستنس بيزد ليرنينج، وسهل ان هو يتطبق، سهل جدا، كل سنه بتحسبها الديستنس في الاخر بتاخد تعمل سورتنج وبعدين بتطلع المينيمم ديستنسز على حسب الكي وخلاص. فهو سهل ان هو يتطبق و مفيش تريننج وبالتالي التايم بتاعه قليل. الفكره كلها ان هو سنسيتيف تو الميسنج فاليوز، انت دلوقتي عمال تحسب الفرق بين حاجه وحاجه حاجه وحاجه، افرض انك بتحسب حاجه ناقص زيرو حاجه ناقص زيرو، ما الحاجه دي ميسنج فاليو، ميسنج فاليو يعني مش موجوده، فبتقول حاجه ناقص زيرو يبقى ايه؟ يبقى انت كده هيطلع لك رقم، والرقم ده مش منطقي لان اصلا الداتا عندي ميسنج مش ان هي قيمتها بزيرو، فلازم فهو كده سنسيتيف للميسنج فاليوز. واكيد طبعا ميسنج للنويز داتا او ميسنج للاوتلاير، لان انا لو عندي كل القيم جميله جدا، كل الاعمار مثلا من 10 20 30 كلهم لغايه 30، وجي واحد مثلا عمره 70 او العكس، لو انا مثلا كل الناس الداتا بتاعتي كبيره وجي عندي واحد العمر بتاعه 5 سنين، فالخمس سنين دي هتاثر لي على الداتا، هي اكيد هي المينيمم ديستنس بتاعتي، هتاثر معايا في الديزيشن، وهي اصلا اوتلاير يعني ما فيش اصلا حد بيلعب معايا او بيلعب في العادي الكره دي، كل الناس بتبقى لسه صغيره، يعني 5 سنين ده المفروض ما نفكرش كان بيلعب ايه، فاهمني؟ فلو الداتا عندي كلها قيم كبيره وفي داتا واحده بس قيمتها صغيره، فدي اكيد هتعمل لي ايه؟ هي تبقى المينيمم ديستانس بتاعتي، وبالتالي ده يعتبر اوتلاير لان هي قيمه صغيره جدا كومبيرد بكل القيم. ده معنى ايه؟ يعني ايه اوتلاير او يعني ايه نويز داتا؟ ووجود الاوتلاير عندي في الداتا بيأثر عندي في الديزيشن، لان هو اكيد هاخده معايا في المينيمم ديستانس، وهو اصلا حاجه مش شرط، يعني هو ممكن يكون سامبل ما اتكررتش كتير، فانا هاخدها معايا برضه.
فدي مشكلة الكي ان ان، فهو sensitive to noise data وال missing values. وإيه تاني؟ إن هو المزايا بتاعته إن هو ما بي يعني سهل إن هو يتطبق، وهو ما بيحتاجش وقت في التريننج، ما بيعملش تريننج أصلا، لأن أي كلاسيفيكيشن بيعمل تريننج، بيتعلم وبعدين بناء على تعلمه بيبدأ يحسب إيه يعمل ديزيشن. هنا ما فيش، بمجرد النظر بس. اسمه instance based learning، دي الأدفانتج والديسأدفانتج ليه. ده علشان يكلاسيفاي نيو سامبل بيعمل ايه ماجوريتي فوتنج، او بيعمل تصويت وبياخد اعلى يعني الكلاس اللي ليه اعلى ماجوريتي او اللي هو ظهر اكتر. تمام، ده الخطوات بتاعته، ان انت جيفن كويري بوينت او جيفن نيو انستنس يعني، وانا عندي نمبر اوف كي، نمبر اوف يعني لازم اعرف الكي او الجران، ابدا اكلاسيفاي يوزنج الايه الماجوريتي فوتنج. طيب ده طبعا الالجوريزم بتاعنا او الستيب او الخطوات بتاعته. انت بتقول لك، بيقول لك ريد الفاليو اوف الكي والتايب اوف ديستانس والتست داتا، لازم يبقى عندك الكي قيمتها بكام، وعند تست داتا، وعند نوع الديستانس. واحنا لو ثبتناها كلها كليدن ديستانس خلاص انت مش محتاج تعرف نوع الديستانس. طيب بعد كده بتبدا تحسب الايه الكي نيرست نيبر، يعني تبدا تحسب الحاجتين اللي هي الديستانس والسورتنج، او الديستانس والسورتنج. وبعدين بتعمل ليبلنج، بتحط بتقصين السامبل الجديده للكلاس اللي ليه مينيمم ديستنس. طيب دي برضو الخطوات بشكل تاني. وده كان الالجوريزم بتاع الكي ان ان. تمام.